أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم مشيت الصحافة، وهذه جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها مشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية مع ضيوفي اليوم المحلل السياسي دكتور يوسف المطيري، حياك الله معنا. أهلا وسهلا، حياك الله. وأيضا من الطرف الآخر من الاستوديو كما ينضم إلينا كالعادة كل خميس رسام الكاريكاتير محمد ثلاب، حياك الله. يا هلا، حياكم الله. مشاهدينا بعد الفاصل أبدأ معكم بجولتنا المحلية. مشاهدينا نستهل جولتنا في الصحف المحلية من جريدة النهار، وفيها نقرأ: ممثل سمو الأمير تعزيز العمل الخليجي المشترك، سمو ولي العهد استقبل أمير قطر وولي العهد البحريني ورؤساء دول ووفود. أما جريدة الجريدة فعنونت: ممثل سمو الأمير توطيد التنسيق الأمني والتعاون بين الكويت والولايات المتحدة، سمو ولي العهد استقبل سوليفان والمنفي وشريف ورئيس شركة بلاك روك، رغبة سامية في نقل خبرات الشركات الكبرى العالمية إلى الكويت. يعني مع بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف ترى الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تبذلها الكويت من خلال اللقاءات التي يجريها ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد لتعزيز العلاقات بين دولة الكويت وأيضا دول العالم، وكذلك مناقشات القضايا الإقليمية والدولية كما رأينا في هذه اللقاءات المهمة، خصوصا حتى الدبلوماسية الاقتصادية ولقاءاته بكبرى شركات التكنولوجيا العالمية؟ خلال هذه الزيارة التي يقوم بها سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد حفظه الله ورعاه، ممثلا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، شفنا الحقيقة قيام سموه بالعديد من اللقاءات السياسية مع رؤساء دول، مع رؤساء وزارات، وكان حريص سموه على عقد مثل هذه اللقاءات، لأن الحقيقة هناك يعني أمور كثيرة يحتاج إلى النقاش والحوار، وهذه الحقيقة حرص الدبلوماسية الكويتية على تبادل وجهات النظر حول كثير من القضايا اليوم الشائكة في العالم العربي، التي أصبحنا على وشك حرب شاملة، وكلنا نشاهد أحداث غزة الحقيقة وحرب غزة منذ سنة الآن كاملة، وشفنا كذلك الهجوم وأيضا هذه الحرب الشعواء التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على لبنان وجنوب لبنان، ويعني أحداث متسارعة وانتهاكات الحقيقة لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية. لذلك سموه حرص على يعني حوارات مباشرة بحيث تتم توحيد الرؤى وتوجهات الأنظار حول هذه القضايا وإيجاد حلول حقيقية سياسية من خلال دور الأمم المتحدة في إنهاء هذه يعني الحروب وإيقاف هذا النزيف من الدم وهذا يعني الهدر الكبير من خلال هذه الحروب، وإيجاد صيغة توافقية سياسية لحل الحرب الدائرة الآن في لبنان وكذلك الحرب الدائرة في غزة. يعني أحداث تتسارع وجبهات تنفتح، وسموه حريص على مثل تبادل وجهات النظر، وهذا يعزز دور الكويت في دعم القضية الفلسطينية وكذلك الوقوف مع الشعب اللبناني ومساندته في هذا الوضع، لعل إن شاء الله يكون هناك يعني جهود عربية ودولية ويعني إحساس ومشاعر بهذه القضايا وإيجاد حلول لها. كذلك شفنا سموه حفظه الله يعني أيضا حرص كما حرص في الشق السياسي أيضا الشق الاقتصادي، فشفنا لقاءات لسموه مع ممثلين للعديد من الشركات الكبرى العالمية لتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الاقتصادية وكيف نستطيع أن نوثق علاقاتنا مع هذه الشركات وكيف نستفيد الحقيقة من التطورات الحديثة في مجالات عمل هذه الشركات وخبراتها الكبيرة ونقلها أيضا من خلال يعني مواثيق رسمية واتفاقيات
مذكرات تفاهم، وهذا دليل على حرص سموه أيضا الحقيقة على كل ما يصبو لرفعة الكويت، تقدمها وازدهارها ودورها الواعد الآن من خلال يعني مجلس الأمن الدولي. وشفنا أيضا سموه الآن سيلقي كلمة إن شاء الله في المجلس وخلال الجمعية العامة ليوضح وجهة نظر الكويت تجاه هذه القضايا اللي تدور، وإن شاء الله يعني يتم التوفيق لسمو ولي العهد في هذه الأدوار التي يقوم فيها والمساعي الكبيرة في وجوده في نيويورك الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، قبل الذهاب إلى جريدة القبس مشاهدينا نذهب معكم إلى الطرف الآخر من الاستوديو مع رسام الكاريكاتير محمد ثلاب، ونتحدث عن فكرة كاريكاتير اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاريكاتير اليوم مثل ما هو موجود في مانشيتنا، مانشيت الصحافة، عن الدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية الكويت. راح يكون الكاريكاتير عن هذا الموضوع، عن دور الدبلوماسية الكويتية في نهضة الكويت. إن شاء الله نشوف الكاريكاتير بنهاية البرنامج. في حال انتهاء الكاريكاتير إن شاء الله في ختام الحلقة نتحدث عنه بشكل تفصيلي أكثر. أما الآن نذهب إلى جريدة القبس، وفيها نطالع وزيرة الأشغال نورة المشعان في بكين: تنسيق متواصل مع الصين لاستكمال تنفيذ ميناء مبارك، طرح عطاءات العديد من مشاريع الطرق وتبادل الخبرات في مجال النقل المستدام. وفي التفاصيل الخبر، أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان مواصلة التنسيق المشترك مع الصين لاستكمال تنفيذ وتطوير ميناء مبارك الكبير وتعزيز التعاون المشترك في تنفيذ مشاريع حيوية. وذكرت القبس أن الوفد الكويتي واصل الجولات الميدانية في الصين لليوم الثاني على التوالي للاطلاع على أعمال الشركات ونقل الخبرات إلى الكويت. كما أكدت المشعان أمام المنتدى العالمي للنقل المستدام 2024 المنعقد في العاصمة الصينية بكين التزام الكويت النقل المستدام ليتجاوز تطوير البنية الأساسية ويشمل مبادرات لتعزيز وسائل النقل الأكثر خضرة والحد من الانبعاثات وتعزيز التنقل الحضري. من الصفحة الأولى لجريدة الرأي نقرأ: 63% انخفاضا في أعطال محولات الكهرباء. وفي عناوين الفرعية: الرأي تفقدت أعمال الصيانة الدورية في عدد من مواقع محطات التحويل الثانوية، فرق الطوارئ في حال تأهب دائم، والأعطال المفاجئة واردة، والتحدي في سرعة الاستجابة. 7200 محول عمرها الافتراضي انتهى، والوزارة تستبدلها تدريجيا. 1900 محطة تجرى صيانتها سنويا من أصل 9000. الأعطال المفاجئة بسبب الحفريات أو التوسعات بالمنازل. ومن جريدة الأنباء نطالع هذا الخبر: الاتصالات، انقطاع الكيب البحري بالوصلة التي تربط بين الكويت والخبر، ضعف جودة خدمات الإنترنت في البلاد، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها. ومن مانشيت جريدة السياسة نقرأ: المخزون الاستراتيجي مطمئن. وتفصيلا، قالت وزارة التجارة والصناعة أن قدرة الإنتاج الكلي المحلي للمخابز تفوق الطلب الكلي لجميع قاطني البلاد، مضيفة أن المخابز الحالية مجهزة بمولدات كهربائية وصوامع للتخزين تمكنها من العمل لمدة زمنية مطمئنة دون إمدادات خارجية. جاء ذلك في تصريح لوكيل الوزارة زياد الناجم عقب اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للوقوف على مدى جاهزية خطط طوارئ الأمن الغذائي في البلاد واستعدادات الجهات المعنية للتعامل مع مستجدات الأحداث إقليميا وعالميا. مشاهدينا، بعد الفاصل اتجه وياكم إلى الصحف العربية والعالمية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وهذه قراءة تحليلية في أبرز مانشيتات الصحف العربية والعالمية، والبداية من صحيفة القدس العربي التي عنونت: الضاحية مقابل تل أبيب. إسرائيل تواصل محاولات كسر العظم، وحزب الله ينتقل لما بعد حيفا لكن بحذر. وتقول الصحيفة أن مجموعة من المراقبين في إسرائيل تحذر من التعويل على القوة فحسب ومن التورط في حرب استنزاف جديدة في لبنان، وتقترح استخدام الذراع الدبلوماسية واستغلال كل فرصة وصولا لتسوية خاصة أن لبنان ليس غزة من عدة نواحي، لا سيما نظرا
مبادرات دول الغرب له. إذن كيف تتوقعون الخطوات المقبلة للاحتلال الإسرائيلي؟ هل سيستمر في استخدام القوة على الجنوب اللبناني أم استخدام الدبلوماسية والتفاوض؟ من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي طبعا عندما وجه قواته وقام بإغارات كبيرة جدا يعني متواصلة خلال الأيام الماضية، وما قام به كذلك من تفجير لأجهزة البيجر ويعني السليرز الخاصة بالنقل، هذا يعطينا دلالة على أنهم يريدون أن يحدثوا يعني جانب هزة عنيفة، ويعني كأنهم بذلك يريدون أن يقوموا بتدمير أكبر جزء ممكن من القواعد وكذلك من الأماكن والإمكانيات لدى حزب الله، حتى يعني يثنوها عن مواصلة القيام بالحرب والتي استمرت مشاركة مع حماس في طبعا فلسطين في غزة طوال السنة الماضية. لكن الحقيقة نشاهد أن طبعا تعرف إسرائيل الآن أن الاستمرار في هذه الحرب أو الدخول في حرب يعني مستمرة قد يؤدي هذا إلى حرب استنزاف طويلة، وهذا سيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي، خصوصا لديها جبهتين الآن، جبهة يعني من الجانب الفلسطيني وجبهة من الجانب اللبناني، وقد تكون هناك تداعيات أكبر لقيام حرب شاملة. وكذلك سيستخدم يعني هي تخشى الآن من استخدام طبعا حزب الله للأسلحة الفتاكة اللي يملكها وكذلك الصواريخ الضخمة التي لم يستقبلها، وسيبعد كما ذكر أنه سيذهب أبعد من حيفا، وبالتالي قد تكون تل أبيب الكبرى هي القادمة لإلقاء أكبر كم من الصواريخ الضخمة التي قد تكون تدميرها واسع. لذلك قد نرى أن إسرائيل الآن يعني لا تسعى، وشفنا نوع من التهدئة، وهناك ضغوط أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح على عدم استمرار الحرب لأنها تخشى من دخول إسرائيل في معركة لا تنتهي. إذن قد يكون هناك بصيص من الأمل يعني توقف هذه الحرب أو الوصول لصيغة توافقية بين الطرفين، يعني كأنها تريد التهدئة الآن بدل الاستمرار من الحرب، لأنها تعرف مآل استمرار الحرب سيكون تكلفته كبيرة جدا. هذا ما يتوقع المراقبون الدوليون وما نراه الآن من خلال التوجهات. لكن طبعا لا شك الحقيقة أن لا نعول كثيرا على نتنياهو وأفكاره، فهو يعني يتشتت ويتغير في اللحظة والدقيقة، وكذلك يصر على مواقف متعنتة، وهذه قد تحمل إسرائيل يعني أشياء كثيرة جدا، وهذا ما قد نشاهده في الأيام القادمة. نعم، نذهب معك ومع السادة المشاهدين إلى صحيفة الأيام البحرينية ونقرأ فيها: قائد الجيش الإسرائيلي، الغارات الجوية في لبنان تمهد الطريق لهجوم بري محتمل. وذكرت الصحيفة أن الجنرال هرتسي هاليفي رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي قال إن الغارات الجوية في لبنان ستتواصل من أجل تدمير البنية التحتية لجماعة حزب الله، وكذلك الاستعداد لعملية برية محتملة للقوات الإسرائيلية. كيف ستكون تداعيات الهجوم الإسرائيلي البري على لبنان إن أقدم عليه برأيك؟ وهل سيدفع ذلك حزب الله لاستخدام ورقته الأخيرة؟ ما في شك الحقيقة أن يعني الدخول في حرب برية كما أوضح طبعا هيلفي طبعا وزير الدفاع، وكذلك ما سمعنا من تصريحات من الجانب الإسرائيلي أن هناك تهديد وهناك تحرك واستدعاء لقوات الاحتياط، يعني تم استدعاء يعني فرقتين كاملتين من قوات الاحتياط، مما ينذر بوجود يعني توجه لغزو وحرب برية. لكن نعرف الحقيقة أن هذه الحرب البرية ستكون تكلفتها ثقيلة جدا، وستقحم إسرائيل في حرب كبيرة والتي قد يعني تفتح مجال لحرب يعني نقول واسعة وشاملة، لأنه أيضا قد تدخل الجيش اللبناني الآن، لأن القضية أصبحت دخول داخل لبنان، وبالتالي قد تدخل القوات اللبنانية الآن بكل كثافة وقوتها، إضافة أيضا دخول أيضا صواريخ واستخدام أيضا حزب الله لكل ما في جعبته. الحقيقة أعتقد أن لديه مفاجآت كبيرة، وهو يعني الآن فيما لو أقدمت إسرائيل على حرب برية سيكون هناك قصف يعني
أشرس طبعا وأكبر الصواريخ الموجودة لدى الجانب حزب الله، وهذا سيكلف إسرائيل يعني جانب كبير جدا، خصوصا المدافع ليس كالمهاجم، وبالتالي هم يعرفون تبعات وتكاليف الغزو البري أو الدخول في حرب برية، وسيكون له انعكاسات كبيرة على المنطقة وتداعيات كبيرة في المقدمة إسرائيل على ذلك. لذلك نحن الآن نعول على يعني الدول للدخل الآن بإنهاء فتيل الحرب، ولا تقدم الحقيقة على حرب برية يعني ستكون لها تكاليف كبيرة. ولكن نتنياهو قد يتهور، وهذا سيكون له نتائج وخيمة فيما لو تمت حرب برية على الجمهورية اللبنانية. نعم. نذهب معك إلى مجلة بوليتيكو الأمريكية التي نشرت تحليلا بعنوان داخل الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول كيفية التعامل مع حزب الله. وذكرت المجلة أن المسؤولين الأمريكيين حذروا الحكومة الإسرائيلية من أن الاستراتيجية التي تتبعها مع حزب الله يمكن أن تدفع المنطقة بسرعة نحو الحرب، وذلك بكشف لأول مرة منذ ما يقرب من عام اختلافا صارخا في وجهات النظر بخصوص التعامل مع حزب الله. إذن هل أصبح الاحتلال الإسرائيلي يملك الجرأة للقيام بأي شيء يريده قبل استشارة الولايات المتحدة؟ ولماذا هذا التغير المفاجئ في سياساته؟ طبعا احنا سمعنا تصريح للرئيس الامريكي بايدن يعني وكذلك وزاره الدفاع البريطانيه ان يعني دخول او الحرب او ما تم القيام به من حرب جويه شرسه الان على لبنان يعني لم يتم اخذ راي الولايات المتحده فيه، وانما تم فقط اخبارها او كما نقول اعلامها فقط اننا سنقوم بالعمليه وسندفع بقوه لتدمير البنيه التحتيه لحزب الله. وهذا دليل على ان يعني نتنياهو لم يعد يأبى حتى في الولايات المتحدة الأمريكية أو أخذ الموافقة الرسمية على القيام بهذا العمل، وأن أصبح يتصرف الآن بعيدا عن الموافقات الأمريكية، وهذا يعني ما أغلق طبعا بايدن وطبعا الرئاسة الأمريكية تجاه التصرفات وتبعاتها، ويعرفون أن هذا سيدخل أو يقحم أيضا الولايات المتحدة في الدخول في حماية إسرائيل وكذلك ما يترتب عليه من أسلحة وغيرها من هذه الجوانب. لكن يبدو أن نتنياهو ما زال يصر على مواقفه وما زال يعني يقوم بتصرفات بعيدة، وهذا يمكن الآن أوجد نوع من الخلاف بين الطرفين، والتي فعلا يعني قد يكون لها تبعات كبيرة على الحرب والحرب الشاملة وتداعيات كبيرة. لكن للأسف الشديد يعني لا تزال الولايات المتحدة لا تقوم بدور فاعل ورئيسي في إيقاف تصرفات نتنياهو الذي يعاند كل شيء، وإنما تجد الولايات المتحدة يعني تدعو إلى تهدئة، تدعو إلى عدم الإقدام على حرب برية، وكأنها تظهر بمظهر عدم المعارض للهجوم على لبنان وحزب الله وما يتم من قصف الضاحية الجنوبية وما تم يعني من تدمير للأجهزة المختلفة التي قتلت أبرياء وقتلت مدنيين كثر في لبنان وتكاليف كبيرة. ولكن يبدو أن نتنياهو لا ينصت لصوت العقل ولا ينصت لأمريكا، وإنما يتصرف من محض إرادته، وهذا ما أوقعنا في تداعيات كبيرة حتى الآن. نذهب إلى صحيفة التايمز البريطانية التي عنونت الدماء تتدفق عبر أفريقيا والأمم المتحدة تتجاهل الأمر. الاستجابة الضعيفة للحرب الأهلية في السودان تكشف عن تراجع سلطة مجلس الأمن. وذكرت الصحيفة تايمز البريطانية أن الحرب الأهلية التي تدور رحاها في السودان تنذر بالتحول إلى دوامة من الاضطرابات الجيوسياسية الهائلة، قائلة أن الاستجابة الضعيفة لما يجري هناك تتم عن التضاؤل السريع لنفوذ مجلس الأمن الدولي. كيف يمكن إقناع العالم بضرورة التدخل لحل النزاع السوداني قبل أن يتطور إلى أكثر من ذلك؟ الحرب الأهلية السودانية الحقيقة يعني لم تحظى باهتمام دولي حتى منذ بدايتها، يعني كل ما حدث الحقيقة أن هناك دعوة لوقف إطلاق النار لكن دون اتخاذ قرارات عملية وفاعلة من قبل الهيئة المتحدة. شفنا تصريحات من بعض الدول يعني على استحياء فقط تدعو لاستنزاف الدماء وكذلك وقف الحرب، ولكن لم نشاهد خطوات عملية أو ضغوط عملية أو تحرك حقيقي من خلال مجلس الأمن أو الدول
الأعضاء خصوصا الدول دائمة العضوية في هذا الأمر، وكذلك أيضا طبيعة الأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط وحرب يعني غزة، وكذلك الآن في لبنان وفي الجنوب اللبناني، يبدو أنها يعني شتتت الوجوه والنظر لقضية ما يتم داخل السودان، وما زالت الحقيقة هناك دماء ترهق، وما زال هناك يعني مجاعة، وما زالت هناك ظروف قاسية وحرب ستسبب في دمار كبير جدا للجمهورية السودانية. إذن العالم اليوم أصبح مسؤول، الولايات المتحدة، الدول الكبرى، مجلس الأمن يجب أن يقوم بدوره بالفعل ويخصص وقت ويتابع ويقوم بمساعي حميدة وجهود حثيثة وقرارات تمكن من وضع يعني آلية معينة للحوار بين الطرفين المتصارعين وإيجاد حلول عملية لهذا الصراع وإنهاء الحرب. ولكن يعني إن تركت الأمور على الغارب نحن أمام دمار كبير وحرب أهلية ستأكل الأخضر واليابس، وسيكون الضحية في النهاية هو الشعب السوداني الشقيق. نعم، نذهب إلى صحيفة هسبيرس المغربية التي نقرأ فيها ترامب: التهديدات إيرانية كبيرة على حياتي. وذكرت الصحيفة أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات نوفمبر المقبل قال إن هناك تهديدات كبيرة على حياته من قبل إيران، بعدما أعلن فريق حملته الانتخابية أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية حذرته من تهديدات حقيقية ومحددة من قبل طهران. ما الذي يدفع ترامب لاتهام طهران لمحاولة اغتياله، وما الدوافع الذي قد يكون وراء إقدامها على ذلك على حد قول ترامب؟ طبعا نحن نعرف موقف ترامب بالحقيقة الواضح من خلال الخطابات اللي ذكرها في حملته الانتخابية، وموقفه تجاه ما يتم يعني في إيران وموضوع المفاعل النووي الإيراني والمحادثات المختلفة التي تمت بهذا الشأن، وكان يعني له موقف صارم وقوي جدا تجاه إيران، بل اتهمها بأنها ترعى الإرهاب ويعني تقوم بأداء يعني أعمال تختلف عن الدور الأساسي لها كعضو في الأمم المتحدة وغيرها من التهم الكبيرة. وبالتالي يعني ليس بالأمر الغريب أن يأتي الآن الاتهام عن محاولات الاغتيال التي تمت مرتين، أنه يريد أن يشير بالبنان إلى إيران أن لها ضلع في عملية الاغتيال، وهذا يوضح أنه يمهد لأمور كثيرة مستقبلية كما وعد في خطابات بأنه سيتخذ إجراءات أكثر حدة أمام إيران وأمام تصرفاتها ودورها في الشرق الأوسط، وكذلك أمام قضية المفاعل النووي الإيراني. وهذا أراد من خلاله طبعا الداعي الأساسي هو أن يمهد الطريق لاتخاذ إجراءات أكثر قسوة كما يذكر هو أمام إيران، وبالتالي توجيه هذه الاتهام بأنها تحاول اغتياله يريد من خلاله إنجاد المبرر لاتخاذ إجراءات كبيرة، ويتهم إدارة بايدن بالتهادن وعدم اتخاذ إجراءات فاعلة أمام الجمهورية الإيرانية كما يذكر في خطابه. نعم، نذهب إلى البيان الإماراتية التي نطالع فيها: الصين تجري تجربة نادرة لصاروخ باليستي عابر للقارات. وذكرت الصحيفة أن الصين أجرت تجربة نادرة لصاروخ باليستي عابر للقارات مزودا برأس حربي وهمي في المحيط الهادئ حسب ما أعلنت وزارة الدفاع، ولم توضح الوزارة أين سقط الصاروخ ولا طبيعته، كما لم تحدد ما إذا كان تم إطلاقه من غواصة أو من اليابسة. وتعتبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من أقوى الأسلحة في العالم، ويمكنها حمل رؤوس نووية. إذن كيف تقرؤون دخول الصين إلى نادي الدول التي تجري تجارب على صواريخ باليستية عابرة للقارات برأيك؟ طبعا واضح الحقيقة أن الصين تريد أن تثبت فعاليتها وقوتها العسكرية الكبيرة كدولة، يعني تريد من خلالها أن تكون ند مباشر للولايات المتحدة الأمريكية، وتريد أن تثبت أمام الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بأن يعني أمريكا ليست فقط هي المتسيدة الآن في العالم كما نشاهد، ولكن الصين لديها قوة اقتصادية وقوة سياسية وقوة عسكرية، وبإمكانها أن توجد هذا النوع من المشاركة والإظهار لقوتها العسكرية في استخدام صواريخ باليستية عابرة للقارات، والتي قد تحمل أشكال من الرؤوس النووية أو غيرها في المستقبل، ومن ثم هي تريد بذلك أن تظهر عناصر القوة والندية المباشرة للولايات المتحدة، ويعني إظهار الحقيقة يعني مراكز القوة والتقدم
حتى يعني يحسب حساب الصين فيما يتعلق بالشأن الدولي، وهذا سيجعل الولايات المتحدة أيضا تكون أكثر يعني لطافة أو قربا في موقفها حتى لا تدع الأمور أكثر. نذهب معك دكتور ومع السادة المشاهدين لما قال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة الشرق الأوسط للكاتب جمال الكشكي بعنوان لبنان محنة الجغرافيا وغضب التاريخ. ويقول الكاتب منذ استقلاله عام 1946 لم يهنأ لبنان بالاستقرار، فمن عقد إلى آخر يواجه إما صراعا على السلطة وإما حربا أهلية لها امتدادات في المحيطين الأقرب والأبعد. الملاعب لبنانية واللاعبون غير لبنانيين، فالحرب الإسرائيلية الدائرة الآن على الجنوب لبنان تتسم بطابع الإبادة الجماعية، وقد واجه لبنان مثل هذه الإبادات 8 عقود متواصلة، ولا يمر عقد من دون أن يكون هناك انشغال عالمي وأقليمي بما يجري في لبنان. ويضيف الكاتب يتنوع اللاعبون على المسرح اللبناني ما بين دول أوروبية وأقليمية، فبحكم التاريخ هناك نفوذ لفرنسا البلد المستعمر القديم للبنان، والآن هناك نفوذ آخر لإيران، وما بين هذين النفوذين يوجد نفوذ للولايات المتحدة الأمريكية المستمر والطاغي، وهناك نفوذ بعض الدول الإقليم العربي. الحسابات معقدة بين جميع هذه الأطراف، فكل طرف له مصالح الاستراتيجية التي يرى أن التدخل في لبنان يحقق بعضها أو كلها. مشاهدينا وصلنا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. نذهب إلى الطرف الآخر مشاهدينا مع رسام الكاريكاتير محمد ثلاو، ونتحدث عن رسمة كاريكاتير اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاريكاتير مثل ما قلنا قبل شوي عن الدبلوماسية الاقتصادية، ولاحظ خارطة الكويت يعني تتطلع إلى فوق وفيها طالعة منها أموال متماسكة مع الدبلوماسية الاقتصادية، تكون باور أو قوة لها اللي لاحظناها في الآونة الأخيرة من يعني حكمة وقيادتنا. سوينا هذا الكاريكاتير اللي إن شاء الله يحوز على رضا الجميع. بالفعل كاريكاتير معبر ويعني يتحدث بشكل تفصيلي عن ما جرى في الأمم المتحدة وتحديدا في نيويورك من لقاءات لممثل سمو الأمير سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه. إذا تعليقك دكتور يوسف على هذا الكاريكاتير وجسد لقاءات سمو ولي العهد لقاءاته بهذا الكاريكاتير من لقاءات شركات كبرى بلاك روك بلاك ستون مايكروسوفت وجوجل، هذه الشركات العالمية الكبرى اللي ميزانياتها تضاهي يعني بعض دول العالم. صحيح، حقيقة يمكن هذا اهتمام من سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الخالد في عقد هاللقاءات، حتى يعني فعلا يعني يجنح على الجانب الاقتصادي ويعقد يعني مذكرات تفاهم أو تعامل مع هذه الشركات الكبرى في استقطابها للعمل في مشاريع كبرى قادمة إن شاء الله في الكويت ضمن استراتيجية الكويت 2035، وهذا يبين الحقيقة الاهتمام المباشر من سمو ولي العهد. كذلك لا ننسى أن سمو الأمير حفظه الله الشيخ مشعل أحمد الجابر صباح أيضا ركز على أهمية الجانب الاقتصادي، وكلنا شفنا زيارة سموه وما تم فيها سابقا من مذكرات مع الصين وإنجازات كبيرة لعقود كبيرة ستنطلق إن شاء الله في الكويت إلى الأمام من خلال نشاط اقتصادي دؤوب والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، وهذا ما يقوم به ولي العهد الآن من خلال دبلوماسية اقتصادية واضحة المعالم ومركزة من خلال وجوده الآن في نيويورك على رأس وفد الكويت في الاجتماع العام للأمان العام للمتحدة. نعم، بهذا الكاريكاتير مشاهدينا وصلى وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ما يسعني نشكر ضيفي كان معي في الاستوديو المحلل السياسي دكتور يوسف المطيري، شكرا جزيلا لك دكتور. أهلا وسهلا، حياك الله. وشكر موصول أيضا للطرف الآخر رسام الكاريكاتير المبدع كالعادة محمد ثلاب، أساك على القوة. شكرين، يعطيكم العافية. شكرا لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، ألقاكم في بداية الأسبوع القادم بإذن الله، في أمان الله.